انا هتكلم اول حاجه عن علاقه الـ الام باولادها. هي دايما الام معطاءه وما بتسالش على المقابل وما بتدورش عليه، ودايما هي شايفه انها طول ما هي بتدي ولادها كل اللي بيحتاجوه من رعايه واهتمام واحتواء، وحتى لو ماديا كمان، هي مش مستنيه المقابل. ولكن برضو خلينا نقول ان مهم جدا ان انا اعلم ولادي العطاء تجاه الوالدين، لان بنوصل لمرحله لما في الكبر بتبقى الام والاب محتاجين يحسوا بثمره العطاء اللي هم عملوه ده، بالاهتمام الكافي من الولاد او برعايتهم ليهم، فممكن يتقابلوا ان هم ما يلاقوش العطاء ده، ما تعودوش يدوا بس ما فهموش. وعشان كده احنا بنقول بنعلم الاطفال او الاولاد من هم صغيرين على قيمه العطاء واهميه العطاء وايه الطاقه والسعاده اللي انا بشعر بيها وانا بعطي. وبعرفه برضه ان العطاء مش هو المادي، ان انا ادي حد شوكليت او ادي حد حاجه ماديه، لا، ان انا العطاء في التسامح زي ما قلت، او العطاء في الكلمه الطيبه. ولازم برضه يتعلم العطاء مع والديه، ان هو يكون مثلا يكون ممتن لاي دور بابا بيعمله معاه، يعني بابا جاب له حاجه او اسعده في شيء، لازم برضه يعبر عن امتنانه للحاجه دي بان يكون معطاء او كريم في ده للولاد يا دكتوره. طب الزوج والزوجة، يعني تلاقي دايما الزوج يقول ايه، انا يعني طالع عينيا شغلانة واتنين وتلاتة ومحدش حاسس بيا، وهي تقول ده انا طالع عينيا في البيت ولا حد حاسس بيا، وهو مستني بصراحة، هو مستني طول الوقت يعبروا له في البيت بالامتنان على تعبه ومجهوده، وهي طول الوقت مستنية برضو كلمتين حلوين. هنا بقى بنقول يعني قيمة التقدير، ان انا يعني لازم ان انا اقدر الدور اللي غيري بيعمله معايا. هنا احيانا الزوج بيبقى فعلا معطاء والزوجة ما اتعلمتش ازاي تقدر الدور ده. ممكن تقدر دوره بكلمة شكر او كلمة يعني دعوة طيبة، او ممكن انها تؤذره في ظروفه او تؤذره في مشاكل شغله، ده نوع من التقدير. لما بيبقى في تقدير بين الناس بيبقى العلاقه سويه، وبيبقى ده بيدي طاقه ايجابيه اكتر ان الواحد يبذل مجهود اكتر ان هو يسعد الاخر. فاحيانا الزوجه ما بتبقاش واخده بالها من الموضوع ده. هنا ممكن نقعد نتكلم مع بعض ونلفت بعض نظر بعض للموضوع ده. ممكن الزوج والزوجه يقعدوا مع بعض ويبتدوا يتكلموا في ان انا بكون مبسوط جدا لو عبرتي لي عن مشاعرك، ان انت مبسوطه من الهديه اللي انا جبتها، او مبسوطه من ان انا ساعدتك مع الولاد، او مبسوطه بان انا خدتك وخرجنا وقضينا وقت بره. يعني انت كنت وديتني فين؟ يعني هي دي اللي ربنا قدرك عليها وجبتها. هي بس هي فكره، هي هنا بتعلمه ما يكونش معطاء معاها، يعني دي بس صفات الزوجه النكديه. هو هيتعلم ما يكونش معطاء. فكره الكلمه اللي بنقولها الاهتمام ما بيطلبش، فحتى في رد العطاء كلنا بنستنى ان الحاجه دي تيجي من اللي قدامنا من غير ما تطلب. لا، هي لما بتيجي من غير ما تطلب بيبقى لها معنى، بقى لها ايه، ما اعرفش انا بقوله صح ولا غلط، بس بحس لما تقدري اللي انا بعمله ده والاقي انك انت عايزه تردي لي من غير ما اطلب حاجه دكتوره بتفرق.